المسائية لهذه الليلة وفي هذه اللحظات أمطار الخير والبركة تهطل على ميدان سباقات الهجني بالمرموم. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء نسير بحضراتكم مع انطلاقة رابع الأشواط في هذا الجو الماطر بغزارة. نتمنى التوفيق والسلامة للجميع مع انطلاقة هذا الشوط. في هذه اللحظات في أرضية هذا الميدان تسير هذه الهجن الأصايل في سباق المعتاد بين شعاراتها المختلفة. بينما نحن نسير لنقترب من مقدمة الشوط في هذه اللحظات نتمنى السلامة للجميع دائما والانتباه من كل الأخوة المشاركين في هذه اللحظات المميزة والأصيلة إلى المقدمة والصدارة. المقدمة والمركز الأول يتصدر في هذه اللحظات شعار بالذويب إلى المركز الأول. يا سلام، هنا شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري يقدم إلى المقدمة. يأتي شاهين في المركز الثاني، بدر بن سيف بن محمد الدويكي يحتل المركز الثاني. سلام يا السلالة الشاهينية تفرض نفسها ووجودها في كل الأماكن. الله، وصل شعار بالروية، نايف بالروية الخيالي من خلال الشعار يتقدم في هذه اللحظات مع ولوال 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 أحمد بن محمد بروية الخيالي. ما شاء الله قوة الأمطار الغزيرة في هذه اللحظة. شوف المركز الثالث، المركز الثالث وصل المنتحر حميد بن سالم بن حميد المنصوري. شعار أبو زايد يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. ما شاء الله، ها هو هملول عامر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الخامس نشوان محمد بن فاهم بن سعيد أو محمد بن فهد بن سعيد المزروعي يحتل المركز الخامس. المركز السادس وصل الواضح محمد بن سعيد بن سلطان السليمي. والمركز السابع، المركز السابع هنا تقدم من خلال هذه اللحظات. يا سلام، هذا نجد سالم بن حمد بن شطيط الفارسي يحتل المركز الثامن. المركز التاسع اسماء جديد، هذا هو اللي وصل البتار، البتار لمعالي علي بن سالم الكعبي حصل على المركز التاسع. المركز العاشر هنا التسلم من قبل كيفان سالم بن عبيد الفليتي النعيمي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، لكن الأمطار ما شاء الله تهطل بغزارة على أرضية هذا الميدان كما نشاهد ونتابع عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. يا سلام، الله، لجنة التسابق في أرضية الميدان تطير من النواميس، لكنها في النهاية تشكل من خلالها علامة الانتصار للجميع بإذن الله تعالى. المقدمة عودة إلى ولوال، عودة إلى ولوال أحمد بن محمد بروية الخيالي مسيطر على مقدمة الشوط. لكن هناك أشوف، شوف المنتحر قادم حميد بن سالم المنصوري. المركز الثالث إنجاز من خلال وجود الواضح، الواضح قادم لمحمد بن سعيد بن سلطان السليمي يحتل المركز الثاني. لكن شوف التغيير من قبل كيفان سالم بن عبيد النعيمي، وصل 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 في هذه اللحظات، خذ المركز الثاني. المركز الخامس سلاب يحتل المركز الخامس. سلاب سلاب خلف الراشد النايلي ياتي في المركز الخامس. هذه النتيجة، المركز السادس لعامر بن محمد بن زايد المنصوري. 1200 على خط النهاية، عودة إلى البداية. سلاب، الله، كيفان 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 مسيطر، كيفان مسيطر مكيف على الجو، مكيف على الجو ما شاء الله عليه. في مقدمة الشوط سالم بن عبيد الفليتي النعيمي المركز الثاني. وصول مشاهدينا الاعزاء من ولوال ولوال احمد بن محمد بروية الخيالي. يا سلام، شوف السلاله الشاهينيه ما شاء الله، يعني تغذيك في الميدان، تغذيك وتخليك دائما بالمقدمه ما شاء الله. المركز الثالث هذا اللي وصل، هذا اللي وصل ما شاء الله. شوف شوف، الله، الواضح 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 محمد بن سعيد السليمي. ولكن شوف القادم، القادم معزم سعيد بن حمد بن نصر المنصوري، خذ المركز الثالث. المركز الخامس، ولكن شوف
الطرف القادم جاي، يعني خادم بن عويضان، خادم خلف بن راشد النايلي، الكل يريد الانتصار، لكن تكيف كيفان، تكيف مع الشوط. يا سلام يا النعيمي بالمقدمة وراح بالانتصار سالم بن عبيد الفليتي النعيمي إلى المقدمة. عاد بالروية، عاد بالروية، عاد كذلك الجانب الآخر هناك، الله يا المنتحر، المنتحر حميد بن سالم المنصوري، لكن الفليتي، الفليتي أهالي استوان، أهالي استوان، أهالي استوان قدموا كيفان، الله بعد ما قدموا كيفان الأول يقدمون كيفان الثاني، كيفان، كيفان بالمقدمة سالم بن عبيد الفليتي راح، راح بالمركز الأول، راح بالمركز الأول إلى الناموس والانتصار. سباقي ولي عهد دبي ينتصر، ينتصر، يتقدم كيفان إلى الانتصار. سالم بن عبيد الفليتي النعيم المركز الثاني، والوال أحمد بن محمد بروي الخيلي المركز الثالث، المنتحر حميد بن سالم حميد المنصوري المركز الرابع، المهب لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدي الاعزاء الذيب حمود بن سلطان الغفيلي حل في المركز الخامس في هذا الانطلاقي وهذا التحدي. ما شاء الله، هكذا كانت النتيجة في الانطلاقي والتحدي وتصدري هذه المجموعة. نعود بالتوقيت الزمني مع مخرج هذا السباق لنتابع مشاهدي الكرام. هنا أمامنا 6 دقائق ثانية، 3 أجزاء من الثانية، ثاني والناموس لمالك كيفان سالم بن عبيد الفليتي النعيمي المركز الثاني، 6 دقائق ثانيتين جزئين من الثانية. كان مشاهدينا الكرام هنا والوال أحمد بن محمد بن روية الخيالي المركز الثالث المنتحر، 6 دقائق ثانيتين 4 أجزاء من الثانية، ثانينا والناموس حميد بن سالم المنصوري على هذا الفوز والانتصار.